يقول السائل: ما رأيك في لبس النقاب الفاتن لبعض النساء ولبس العباءة على الكتف؟ نعم، لبس النقاب الفاتن ولبس العباءة على الكتف يجب على المرأة الستر، ستر وجهها وجميع جسمها عن الرجال الذين ليسوا محارم لها، تستر جميع بدنها ولا يظهر منها شيء، هذا هو الواجب عليها. والنقاب إذا كان يظهر شيء من الوجه، إذا كان النقاب يظهر شيء من الوجه فإنه لا يجوز، لأن الوجه عورة، لا كله أو بعضه، فلا تلبس النقاب الفاتن ولا تلبس العباءة على كتفيها، وإنما تلبس العباءة على ظهرها، على رأسها، تلبس العباءة والجلال على رأسها ليكون ساترا لجميع بدنها من أعلاه إلى أسفل. نعم.